سلام البنات ان شاء الله تكونوا بالف خير مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم طلبتوه مني برشا على الانستغرام خاصه بعد ما وريتكم التعديلات اللي قمت بها في المطبخ وبيت العولة باش نعطيكم التفاصيل الكل والنصايح اللي اعتمدتهم سهلوا عليا برشا حاجات خاصه التنظيم وفر عليا برشا وقت نتعادل تفاصيل المطبخ المطبخ عملناه الكل عند كويزينيلا الموديل اسمه تريند والكولر لون اسمه باناكوتا، المطبخ في الحقيقة صغرون يمكن شوية بين في التصاور واسع لكن في الحقيقة أصغر، وأنا ما حبيتش نكبر مكفيني وزيادة، اللون اخترته فاتح بالرغم إنه برشا نصحوني إني نختار لون غامق خاطر الأبيض مسخ وكل، لكن بالنسبة لي أنا نخير إني نشوف الأوساخ ونمسحها على البلاصة خير من اللي نختار لون غامق يخبي الأوساخ وتتراكم وأنا ما نشوفهاش، دونك يتحق عيني أكثر لكن أنا نراه صالح. اكثر برشا من اللون الغامق دي تايل الضوء هذا زدناه احنا وحدنا شرينا شريط ليد من امازون سعره بسيط على الاخر في المتناول آه وحسينة مزيان يعني يضيف لمسه هكا كوزي آه رومانتيك دونك في في الدار خاصه في الليل دونك نحطوه على الضوء هادي تجمد تعدلوا فيه تنجموا تعملوه حر اكثر بارد اكثر خافت والا قوي من جهه ثانيه عندي غساله المعون لا في سيل. فوقها بالضبط حطيت الاقراص اللي نغسلو بيهم صحيح منظرهم مش مزيان برشا لكن في البراتيك اسهل برشا انك تحط الحاجه الفوق اللي تستعملها ديما يعني خير من اللي حل سكر حل سكر في البلاكارات من جهه ثانيه دونك بحذا السباله دونك حطيت الميرشات هذوما انا شريتهم من اتسي واحده تخدم فيهم تطبع فيهم في الدار وتبيع فيهم دونك خديتهم من عندها بعثتهم لي ايدي ياسر تحفونه باش تقعدلكم الدنيا ديما منظمه ومزيانه ما تحطوش الدبابز البلاستيك بالوان مختلفه فوق البلان دو متاعكم وكل ما يفرغ هاكا انا نعبي بالنسبه لي انا حطيت ثلاثه مواد اللي نستعملهم اكثر حاجه اللي هما اللي نمسح به البلار اللي نمسح به الزيوت الماكله البلان دو متاع الطاوله وكل اللي هو الابيض هذه طياره مش نورمال امي كل ما تجيني تهز منه أه واللي نغسل به المعون صح فما حاجات نحب نغسلهم تفتف تف هكا ما نقعدش نحطهم في ماكينه المعونة وكل دونك نغسلهم بيديا من بعد انا حتى الروبو متاعي الترموميكس دونك ديما طيب بيه كيف كيف سهل عليا حياتي انفستيسمون استثمار خاطر سعره غالي شويه لكن بصراحه انا ننصح بيه ولهنا حطيت اكثر زيوت نستعملهم في الطبخ زيت زيتونه وزيت عباد الشمس هنا اول كجر حطيت فيه الحاجات اللي نستعملهم كل يوم سكيك المغارف المغارف الصغار مغارف غالي اي أه دو مال ديباي او ميتال دونك ما هوش مزيان برشا داخل بعضه شويه حاولت اني نحط كل شيء في في الذهبي يا ريت برشا تصور هكاك لكن بعد شهر تقريبا بدلت خيرت انه يكون في الجر هذا دونك اكثر حاجات براتيك اكثر حاجات نستعملهم ولو انهم مش مزيانين برشا لكن اون آه او <applause> وفي الجر الثاني حاطة لي زيبيس البهارات متاعي كما تشوفوا ما استعملتش الدبابز الكل خاطر اه براتيكمون تو عندي الحاجات اللي نستعملهم ديما خليت كعبه فارغين هكا كي نشري حاجه جديده نلقى لها بقعه حتى كيف كيف الزيت اللي رشو ساعات نستعملو الجاتوات وكل باش ما حتى هذه اللي تبشر وخلي الديبون لم فيهم الحاجة تزايدي نكملو حتى اكثر صحون نستعملهم ونقدم فيهم للاستعمال اليومي كما تشوفوا حطيتهم على اللي نشيحو فيها المعون ياسر تلم وتخلي لكم عندكم اسباس اكثر حتى كيف كيف الحاجات اللي نطيب فيهم اكثر حاجة 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 من كل حاجة باش ما نكسر تدخلش برشا والدنيا ما تدخلش بعضها دونك كل ما بشرة كيف كيف وال آه والخطوات متاع الكسرونات اللي نطيب فيهم حطيتهم وحدهم وحطيتهم فيرتيكالمون باش ما يقعدوش على بعضهم بعد يتيحوا حاسلو يتبلبزوا لحدي وحتى القلقال والصفايا ومن بعد هو سيرفيس كامل اللي نطيب فيه دونك الكل حطاته في البلاكار اللي بجنبه هذاك ما نستعملوش برشا دونك من الجهه الاخرى عنا آه كوان القهوة آه حتى فيه مكينة القهوة اللي أنا دهنتها بالذهبي هي حمراء في الأصل لكن أنا دهنتها بالذهبي والحقيقة ندمت على خطر بداية تهلك الدهن متاحة شوية لازم نعاودها حتى مكينة الحليب اللي تعمل الرغوة من تحت حتى آه الفلاجن وأي حاجة عندها علاقة بالقهوة دوك نعرفش فما قهوة اللي تذوب فما البينات باتر عسل الحاجات نستعملهم لفطور الصباح وحتى تحتهم بالضبط البلاتوات اللي نقدم فيهم دونك سهلة برشا الحكاية ما تستحقش نقعد نجري من بلاصة لبلاصة نخرج فنجاني نحضر قهوتين نخرج البلاتو ونهز القهوة ونقدمها ونموني مريق مريقلة دونك في اللي بجنبه حتى الحاجات الكبيره الزايده كيما اللي نقص عليها الخضره وكل بس احنا ما نستعملهمش ديما ملوطة بالكل حتى الحاجات اللي نستعملهم للكوشه دونك كيما تشوفوا كيبدا الاحجام مختلفه تد الدنيا تبدا داخله بعضها لكن مش مشكل لهنا في البلاكر هذا حتى لصحنا كيف كيف للاستعمالات اليوميه والفوق بالكل حاطه لنستعملهم اكثر للضيافات احلى اختيار اخترته اني خليت المعون الكل متاعي يكون في اللون الابيض من اخي بالحاجات انه المعون يبدا على كل لون يا كريمه ويبدا ملخبط وما يظهرش نظيف ما يظهرش حلو وتقلقوا منه في الصعب. كيف كيف بالنسبه للكيسان قللوا دلل عملت كيسان اللي من تحت الضيافات اكثر اللي من فوق للاستعمال اليومي العاديين وفوق الكوشه حطيت الحاجه اللي نستعملهم للكوشه وبقيت المعون الزايد اللي ما في البلاكار الاخر نتعدى توا البيت العولا اللي خذيت اكثر وقت في التصميم نتاعها صمت لي خوله كيف كيف من كويزين على نفس الموديل جوست هكا فما تغييرات بسيطه هذه اخذت اكثر وقت لانه البيت صغيره وفما الثلاجه والفريزر والسخان وكل ياخذوا مساحه كبيره وحبينا نحطوا فيها الصابون وفي نفس الوقت العولى دونك حطينا لهنا لي بوكو العلب نتاع الحط حاطه فيهم العجين البهارات عولتي كل شيء دونك هذوما من ايكيا كل شيء اخذته من ايكيا على فكره حتى حتى الحقوق اخذتهم من ايكيا كيف كيف هذوما السعف من ايكيا دونك حتى فيه الخضره اللي تنجم تقعد البرة كيما البصل والبطاطا والفوق مقسمه العولة على اجزاء دونك فما اللي نعمل بهم لي كما كيما الكاكاو كيما البودر نتاع الكريم شانتيه فرينه الكاتو فرينه الموالح كيما وكل حتى السكر مثلا الاسمر السكر العادي بهذا الكل انا شفته على بنتيرست الحقيقه جربت برشا حاجات كما قلت لكم جربت المغارف الذهبي وكل فما حاجات مشاو معايا فما حاجات ما مشاوش معايا هذا مشات معايا الطريقه على الاخر انكم تحطوا في علب هكا شفافه وتحطوا تنجموا تشوفوهم يعني البلاكار ماهوش مسكر على عينيكم باش دوب ما توفيلكم حاجه تعاودوا تعبوها هكيك حتى ما توفيلي مثلا الفارينه ويبدا انا ما عنديش نبدا نعرف فديريكت نمشي نشري في عرينة. الطريقة بالحق حسيتها فعالة على الأخر سهل عليكم برشا حاجات سهل عليكم التنظيم توفر لكم برشا وقت تحبوا فيديو فيه أكثر تفاصيل على الحاجات اللي بالحق نجيتهم يسهلوا والحاجات اللي حسيتهم فقط جربتهم حسيتهم هكا شو اوف ومتاع تفزعيكم برا اه قولوا لي دونك ما نحبش نطول عليكم برشا في الفيديو هذا ركن هذا عملته ركن للغسيل ما عنديش بلاصه واحده اخرى نحط فيها في الدار دونك عملتهم مع بيت العلا اه اسهل اصلا الماكينه اخترتهم يخرجوش السخانه خديت حاجه باهيه خاطر العوله تضر تعرفوا بالسخانه دونك البيت هذه بارده على الاخر ما فيهاش تسخين <applause> جمله دونك من فوق حطيت المنادل هكا كما تشوفوا على كلونيا كل كريمه مش كما اللي تشوفوا فيهم على الانستغرام يبدو منظمين وكلهم بيض وكل كل. دونك ما نجمش ما نجمتهمش ياسر يتمسخوا لي ترصت لي كل مره نشفي كل مره نبدل وحطيت أه البرودوي نتاع الماكينه دونك اللي نستعمله من فوق حطيت هذوما دور هذوما دور الصوف خذيتهم على امازون ريت برشا يحكوا عليهم طيارات وكل دونك نستعملهم كي نجيب باش نشيح يمتصوا ابارامو الماء ويشيحوا ليه ليه حسب ما فهمت ان توكا انا نتبع فيهم تبعت خذيت النصيحه وديما نحط فيهم كل ما نشيح الحوايج وفوالا اسكو فما فرق ولا لا الحقيقه مانيش عارفه <applause> هذا متاع الريحه دونك تحطوه في مع مع الحوايج نتاعكم يعمل ريحه بنينه دونك حطيتو كيف كيف انا الفوق مزينته ما نستعملوش فيه برشا ما عليكم هاكو حطيت زينه اكثر على خاطر حسيت كل ما نستعملو هكا الوردي ساعات يخرج لي على حوايج دونك ما عنديش فيها الثقه وإذا بيكربونات دو سود مثلا اذا كان فما طاش في حوايج ولا حكايه دونك نحكها قبل ما نحطها في الماكينه من بعد نحطها في الماكينه خديتو من أكسيو دونك من جهة اللي تحت الشباك حتى العوله نتاع مش العوله السريبس نتاع الماعون دونك هذوما الاغلبيه نستعملهم في رمضان هذوما من بوتري سليمة جبتهم من تونس دونك فخار تونسي حاجات زمنيه حاجات هكا مودرنيزي تهبل محليهم يخدمو فيهم باليد ولا أنا غرامين معون هذية دونك خديت برشا حاجات نتعدو للاقجرة اخر حاجة دونك هنا لميت الحاجات اللي شريتهم تابعين الباتيسري الكل معدات الكل كل مرة نمشي نشري حاجة كل مرة تعجبني حاجة نتفرج برشا في اليوتيوب نجرب وصفات قطوات ودنيا نبدأ نحسب روحي ساية باش نعمل كل شيء <applause> نفحص ساعات تمشي ساعات تجي لكن يتلم في صافي صح خاطر حاجات صغيرة و... ورخيصة يعني أسعارها مهمش جدا غالية كي تمشوا للإيكيا ولا للأسواق وكل دونك يتراكموا بعد ما نظمتهم الكل هنا هاكا وقت اللي نستحق نحب نعمل كادو اي حكايه دونك نجبدهم من هنا ما نستعملهمش كل يوم دونك ما نستحقهمش في المطبخ الرئيسي حطتهم من تالي حتى كيف كيف ليمول الحاجات اللي نقص بهم اذا كان ساعات نعمل دي كيك ك دونك الغالي وكل نستعملهم هما وفوالا وحتى بقيت العوله العجين الجو متاع غالي دونك وقت اللي يحب ياخد اللمجه نتاعو كل ولا ولا وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم يا ربي ان شاء الله يلهمكم اذا كانكم عندكم مشروع في المستقبل ان شاء الله دع تغيير والا مقبلين على زواج تحبوا افكار جديده نصايح دونك اهم شيء انا ننصحكم حبينا ولا كرهنا احنا نسيل وقت الكل معناها اغلب وقتنا نعدوه في المطبخ دونك صباح قيلة في الليل دونك ثلاثه وجبات في النهار ماهمش ساهلين نعم مع اللمجات متاع الصغار خاصه أه دونك ماذا بينا حاجه تكون مرتاحه حاجه تتنظم ليه ليه قللوا دلل ما تكثروش برشا حاولوا كيف كيف كما كي قلت لكم في الالوان ديما أه تختاروا لون واحد فقط باش تقعد لكم على الاقل في العين دونك الدنيا منظمه ما تدخلش بعضها في ساعة وفلا بالنسبة للنصائح أه كان عندكم اي اقتراحات واحدة اخرى حدوهم لي في التعليقات وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي باي باي ميرسي